بسانتي اليوم معنا دكتور لما برجي حريري، اخصائيه بالامراض الجلديه، وموضوعنا هو الكلف. اهلا وسهلا فيك. الكلف طبعا على ابواب الصيف بنخاف منه اكثر، بس هو بس بالصيف يعني منعت الهم انه الكلف يبين او ممكن يبين ببقيه فصول السنه؟ هو اللي عنده استعداد يطلع له كلف بيطلع له كل السنه، بس لانه الشمس هو الاساس تبع الكلف بيطلع اكثر بالصيفيه ببين اكثر. شو هو الكلف بالتحديد؟ الكلف هو عباره عن تصبغ بالجلد، عاده بيطلع على الوجه، يعني 90% من الوقت على الوجه، بس ممكن يطلع على الرقبه وعلى الايدين. هو اذا بتلمسيه بتحسيه انه هو على سطح الجلد، يعني منه فايت لجوه منه طالع لبرا، كانه جلد طبيعي بس لونه اغمق من الجلد العادي. فاذا هو الجلد عم يتلون، مش انه نوع من الحساسيه مثلا او نوع من الامراض. لا، هو عباره عن الميلانوسايتس، نحن عندنا اياهم خلايا بقلب الجلد، هن بيصنعوا شيء اسمه ميلانين اللي بيعطي لون للجلد، والناس اللي عندهم لونهم اغمق عندهم ميلانين اكثر. في ناس اللي عندهم استعداد يطلع لهم كلف لما يتعرضوا للشمس، الشمس بخلي هول الميلانوسايتس يشتغلوا زياده، بيطلعوا لون زياده بيطلع الكلف. في الوان بشره ممكن انه يكون عندها كلف اكثر من غيرها؟ كل ما يكون اغمق لونه الواحد كل ما يكون عنده استعداد يطلع له كلف اكثر. اذا كان اغمق بس هو ببين عند الافتح اكثر، فمشان هيك بنفكر الواحد اللي بشرته فاتحه بيطلع له اكثر، لانه بفرق ببين اكثر، بس هو اللي بشرته اغمق بيطلع له اكثر. عند البشره الغامقه. قلنا انه اوقات بيكون في استعداد وراثي، استعداد وراثي يعني، فاذا ممكن يبين الكلف بعمر صغير؟ هلا هو عاده ببلش يبين، هو مع الاستعداد الوراثي في كمان الهرمونز، فعاده لما يبلش الهرمونز يتغيروا يعني على البيوبرتي اكثر وقت ببين فيه الكلف. هو اكشلي ببين اكثر على عمر اكبر، بس ممكن يبلش يبين بالبيوبرتي، على الحبل ببين كمان اذا واحد عم بياخذ هرمونز، لانه الهرمونز كمان كثير بتاثر على الكلف. شو علاقه الشمس بالموضوع؟ الشمس هو الاساس، هو يعني واحد اذا عنده استعداد وراثي او اذا عنده مشاكل بالهرمونات بده الشمس ليبين الكلف، الشمس هو اللي بشغل هدول السيلز اللي حكينا عنهم. بلا شمس ما ببين؟ بلا حتى لو كان في استعداد وراثي؟ بلا شمس، عم تحكي بلا شمس بالمره اللي هو ما فيك تعيشي بلا شمس، لانه اذا انت قاعده بالبيت وعم بفوت شمس من الشباك هيدا شمس. فالشمس هو الاساس، هو الشمس مجبور يكون موجود ليصير في كلف، بس الشمس هو موجود وين ما كان. هون الاكران سولار شو بيعمل؟ الاكران كثير مهم، لازم يحط واحد سبيشلي اللي عندهم استعداد للكلف لازم يحطوا سان سكرين افري داي، افري مورنينج، صيفي وشتوي، مثل لانه كنت عم بقول لو من الشباك بفوت الشمس بيعمل كلف. لازم يستعمل واقي من الشمس، بس مش كفايه، يعني لازم كمان يستعمل فيزيكال بروتكشن، احنا بنقول له طاقيه، اي شيء ليوقف الشمس يوصل للوجه. وكمان لازم يتفادى الشمس بين الساعه 12 الظهر ل3 الظهر، يعني الاكثر وقت شمس قويه. بس نقول كلف بالوجه مثلا في نسبه معينه من مساحه الوجه ممكن يغطيها الكلف، او ممكن تكون بقحة صغيره؟ هي ممكن تكون بقى صغيره، ممكن تكون اكثر. هو عاده بيطلع الكلف على محلات الوجه اللي طالعه لبرا، لانه الشمس بيطرق عليهم اكثر، يعني الخدود، الجبين، الدقن، هاي دول محلات اكثر، بس كل واحد حسب، في ناس بيطلع بقى واحده، في ناس خمسه سته، ما خص. بس الوجه ممكن يكون عم يتاثر او بقيه الجلد؟ معظم الوقت الوجه، قلنا في يطلع شوي على الصدر شوي على الايدين، بس اكثريه الوقت على الوجه. شو هي العلاجات المطروحه؟ هلا العلاجات، لانه الكلف صعب علاجه، في كثير علاجات، يعني اذا بتطلع بالدراسات اللي انعملت تقريبا كل شيء مجربينه للكلف، بس العلاج الاول اللي بنستعمله كفيرست لاين هي الكريمات. من هدول الكريمات في كريم اسمه هيدروكونون، الهيدروكونون بيشتغل على هدول القريات اللي حكينا عنهم الميلانوسايتس، بيمنعهم انه يصنعوا الميلانين، فهو ببيض يعني، هيدا اول واحد بنستعمله. عاده بنزيد عليه كمان شيء اسيد او ريتينويك اسيد او ازاليك اسيد، الاسيد هو بقشر الوجه كمان بيساعد، وبنزيد عليه شيء كورتيزون خفيف، لانه كمان في بارت اوف الكلف هو له علاقه بالالتهاب الغير جرثومي، والكورتيزون بيشتغل عليها. هيدي علاجات تنعمل بالصيف ولا بالشتاء؟ هلا في كثير يعني ناس بتفكر انه ما فينا نعملهم بالصيفيه، هو لانه الهيدروكونون هو الدواء الاساسي ما بيسوى له الشمس، لانه بخلي الجلد يصير حساس، فاذا حطينا هيدروكونون طلعنا على الشمس بصير واحد بالعكس بصير مور سنسيتيف على الشمس. بس نحن عاده بنعطيه بالليل، بحط الواحد بالليل بنام بغسل وجهي الصبح بكون اوريدي فات على قلب الجسم، فممكن نستعمله بالشتويه اذا بنحطه بالليل، اكيد ما بنحطه بالنهار، وبنحط واقي بالنهار. ممكن بالصيفيه، ممكن بالصيفيه اذا استعملناه بالليل، ولكن اذا كان العلاج مبلش بالشتاء ممكن انه بالصيف يكون فينا نكفي محمي اكثر، يعني بده ينحمى اكثر من الشمس، يعني الواحد اللي عم يستعمل هذا العلاج لازم ينحمى اكثر من الشمس. وكمان بنفس الوقت اذا انت عم تستعمل علاج وعم تعرض للشمس كانك ما عم تعمل شيء، لانه عم ترجع
تزيدي اكثر. سو في واحد يستعمله بالصيفيه بل. اذا ممكن يكون اذا في عامل وراثي يكون الشخص عم بيعمل بروتكشن من قبل، عم يجرب انه يكون عم بيعمل وقايه من قبل. مزبوط. يعني بلش بالشتويه يعمل هالعلاجات. هيدي علاجات مستمره مزمنه؟ العلاج كسان سكرين انا ما بعده علاج، بعده لازم كل واحد يستعمله ما انه دواء، هيدا اكيد مستمر صيفي وشتوي. العلاج اللي هو اللي حكيت عنه الكريمات الثلاثه عاده بنستعمله من 3 اشهر ل 6 اشهر بعدين من رايح الوجه، واذا رجعوا طلعوا او ما راحوا ساعتها او بنكفي بالكريمات او بنروح اشياء ثانيه مثل ليزرز وكيميكال بيلز. هو ليه بيصيروا اكثر اجريسيف؟ يس مور اجريسيف، وما نتيجتهم اصلا نتيجتهم مش احسن من الكريمات. بس في ناس اذا ما استجابوا على الكريمات بدك تجربي شيء ثاني ساعتها بنعمل ليزر. شو في علاجات ازوت؟ شو يعني ازوت وكيف الازوت؟ هو اصلا ازوت هو ليكويد نيتروجين، هو الغاز النيتروجين بنحط بحراره ناقص 200 تحت الصفر سلسيوس، فبصير مثل الثلج لما تحطيه على جلد بيحرق الجلد، بيحرق هدول القريات اللي لونهم غامقه. بس المشكله بالازوت انه له عوارض جنبيه، وعاده نحن الكلف ما بيطلع نقطه ونقطتين، بيطلع اكثر مسافه اكثر على مساحه اكثر على الوجه. فاول شيء بوجع الازوت، ما فيك تحطه على محل كثير كبير. وشغله ثانيه انه له عوارض جنبيه، ممكن يعمل سكارينج، ممكن يعمل انفكشن، فنحن ما بنستعمله عاده للكلف. والليزر؟ الليزر بنستعمل مثل ما قلت نحن ما بنستعمله كعلاج اولي، اذا ما اشتغلوا الكريمات بنستعملهم. في كثير ليزر، في كيو سويتش، في فراكسل، يعني حسب النوع الكلف اللي عنده اياه الشخص. بس هون السايد افكتس، سايد افكتس تبع الليزر كمان عنده احتمال ليزر يعمل سكارينج، بس اقل من الازوت يعني، وبينعمل بطريقه كثير سيف، يعني بينعمل سيفر لهيدا الحاله الجلديه. اذا كان الكلف يعني كثير بالوجه ممكن يعني يكون في ازعاج والشخص يكون عم يجرب يحلق، إذا كان الكلف خفيف أول شيء يمكن الكريمات ممكن يكونوا مفيدين، وحتى لو ما كانوا مفيدين تنصحوا بغير بروسيجرز أو ممكن واحد يتعايش معها أو يغطيها؟ هلا هو نحن بنقول لهم نغطي بالفاونديشن، بس هي مزعجة يعني كثير. نحن يمكن اللي ما بيكون عنده ما بلاحظ هالقد الشغلة، بس إنه الواحد كل ما بده يظهر بده يطرح فاونديشن بينزعج من الشغلة. فعادة إذا كان خفيف الكريمات بيكونوا كفاية، إذا لا إذا هن كانوا مستعدين قام نعمل ليزر. عم نقول ممكن يكون في استعداد وراثي، العلاجات يلي ممكن إنه تعطي نتيجة بتكون علاج خلص يعني مدى الحياة ما بتعود يرجع هالكلف، ولا لأنه في استعداد وراثي معقول مع تغير كمان الهرمونات يرجع يبين؟ ما هيدي هي مشكلة الكلف، يعني نحن لما نروح على مؤتمر أول شيء بيقولوا اللي بيلاقي حل للكلف بيكون حل مش كثير كثير كبير بالجلد، لأنه مثل ما عم تقول في استعداد وراثي، ما فيك تروحيها هيدي موجودة، والشمس ما فيك تخلصي منها كمان موجودة، لأنه اثنين دائما موجودين لو علاجتي حيرجع يطلع. بس لأنه الواحد صار يعرف حاله عنده استعداد بصير ينتبه أكثر من الشمس، وبخفف من الاحتمال إنه يرجع يطلع. إذا كثرة التعرض للشمس مثل يعني أي شيء ثاني الكلف كمان بيتأثر فيها أكثر، يعني إذا كان في أخف تعرض للشمس رح يكون كثير بتفرق أكيد الحماية أكبر. yes. فإذا هون إذا كنا عم نحط سان سكرين ممكن إنه يكون في نسب بالسان سكرين، شو المنصوح فيه؟ هلا في سان سكرينز في فينهم بلبن 10 و اس بي اف بنسميه اللي هو السان بروتكتيف فاكتور اللي هو بيحميكي من الشمس، في 25 و 30 و 50 بيوصلوا لل 100. عادة نحن بنقول 30 وفوق كله نفس الشيء، يعني المهم يكون اتليست 30، المهم طريقة كيف بينحط مهمة، يعني مش يحطوا الواحد دغري يطلع على الشمس، يحطه قبل بربع ساعة، يحطه على كل الوجه، يعني هيدا أهم من الرقم. دكتور لما برجي حريري أخصائية بأمراض الجلدية، أهلا وسهلا فيك. طبعا الكلف شغلة كتير مهمة بالنسبة للناس، خاصة لما بتكون أوقات بأعداكنة يعني وغامقة، وبتبقى بتأثر على نوعية الحياة، حتى لأن بكون يعني السيدة ما قادرة أنه تبين. هلأ بعد أنا بس دقيقة نشوف إذا الرجال كمان ممكن يكونوا عم يصابوا بهالمشكلة. كتير قليل الرجال يطلع لهم كلف، لأنه مثل ما قلت الهرمونز لهم تأثير خصوصا الأستروجين، فكتير قليل ما يطلع عند الرجال، يعني ما لنا مشكلة الرجال عادة، ولكن تبقى العلاجات نفسها؟ نفس العلاجات، نفس الرجال ونساء. شكرا لك ولوجودك معنا. شكرا لكم المشاهدين، تابعتونا من الصبح ولغاية هلا بام تي في الايف، اكيد بكره موعد جديد مع مجموعة جديدة من المواضيع، فكونوا على الموعد. نتمنى لكم بقية نهار ممتع، شو ما كانت مشاريعكم، باي باي.